قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن مصر تلقت الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1,250,000,000 دولار، وستحصل العام المقبل على 4 مليارات دولار. جاء ذلك خلال تصريحات بمقر هيئة الاستثمار قال فيها إن المؤشرات الاقتصادية الأولية لهذا العام أفضل من العام السابق. وأكد إسماعيل أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وضوابط في قطاع التموين يهدف إلى حماية المنظومة، كما أشار إلى أن مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة سيسهم في التعرف على مرتكبي الجرائم سواء في العمليات الإرهابية أو الجنائية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة توافقت على مشروع قانون تقنين الأراضي، وسيتم العمل به بدءا من الأسبوع المقبل.